أهلا بكم. ما هي دلالات اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة الميليشيات في قم الإيرانية، وهو الذي أطلق عليها لقب الميليشيات الوقحة، وماذا تريد إيران من ذلك؟ يرى محللون أن النظام الإيراني يريد تجميع الميليشيات تحت قيادة الصدر، بينما يرى البعض الآخر أنه مجرد غطاء سياسي لإبعاد قادة الميليشيات عن الاستهداف. ما هي الغايات وراء دعوة الصدر ثم مباركة قادة الميليشيات لتظاهرة كما سموها ضد وجود القوات الأمريكية؟ وكيف يقرأ تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المسؤولين العراقيين يطالبون في العلن رحيل القوات الأمريكية، أما في الاجتماعات الخاصة فيريدون بقائها؟ هذا يدفع للتساؤل، هل موقف قادة الميليشيات هو موقف يخدم العراق واستقلاله فعلا، أم أنه لتحقيق مصلحة إيرانية؟ وما هو تأثير التظاهرات التي دعا إليها قادة الميليشيات على ثورة تشرين السلمية المطالبة بوطن؟ وهل ما زال الاستهداف الأمريكي للميليشيات قائما، خاصة بعد وضع ميليشيا العصائب على لائحة الإرهاب الأمريكية، بالإضافة إلى قادتها قيس الخزعلي وأخيه؟ إذن مشاهدينا الكرام، نسلط تحت الضوء أو في هذه الحلقة هذا الموضوع، وسيكون معي ضيوفي في هذه الحلقة العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وكذلك الدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. يبدو أن إيران أوكلت مهمة التنسيق بين فصائل الميليشيات في العراق بعد مقتل قاسم سليماني إلى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، فسارعت عبر قائد فيلق القدس الجديد العميد إسماعيل قاآني إلى إرسال إشارات لحسن نصر الله لجمع شتات قادة الميليشيات. وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن اتفاقا بين قادة الميليشيات الموالية لإيران تم بعد أن طلبت إيران من نصر الله ترتيب أوضاع الميليشيات وإخماد التوترات والخلافات. وعقب هذا الاجتماع توجه معظم قادة تلك الميليشيات إلى طهران، ومن ثم إلى مدينة قم، حيث التقوا مقتدى الصدر واثنين من مساعديه العسكريين. أبرز المشاركين في الاجتماع كانوا من زعماء ميليشيا العصائب وحزب الله وكتائب جند الإمام وغيرهم. وفي نفس الوقت توجه إلى طهران العديد من السياسيين وقادة الفصائل المسلحة الأخرى، من بينهم هادي العامري زعيم ميليشيا بدر. مقتدى الصدر أعلن بعد اجتماعه بقيادات بالحرس الثوري الإيراني وقادة الميليشيات الإيرانية أنه قرر الاعتصام في ساحة التحرير في بغداد مع الفصائل المسلحة، وهو ما يعني الالتفاف على ثورة تشرين في العراق وإنهاء التظاهرات السلمية واستبدالها بتظاهرات لصالح إيران. وأظهر بيان مسرب صادر عن محافظة البصرة دعوة نائب المحافظ محمد طاهر التميمي إلى شركة نفط البصرة لتوفير 30 حافلة لنقل أشخاص للتظاهرة التي دعا لها مقتدى الصدر. النشطاء أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن البيان يؤكد الانحياز الحكومي، فبينما تقمع الحكومة المتظاهرين المشاركين في ثورة تشرين، تقوم بنقل المشاركين في تظاهرة دعت إليها أطراف سياسية خدمة للأجندة الإيرانية. المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد جددوا تمسكهم بمطلب إسقاط النظام، فيما حذر ناشطون من الأسباب الحقيقية التي تقف خلف دعوة الصدر للتظاهرة المقررة يوم الجمعة. ونقلت مصادر صحفية عن ناشطين في تظاهرات الثورة إن الجهات المعترضة على الوجود الأمريكي بمقدورها أن تتقدم بشكوى بدلاً من خلط الأوراق وظهور أصوات تدعو لإخراج المتظاهرين من ساحة التحرير. ورأى الناشطون أن التظاهرات المنددة بالوجود الأمريكي ستكون استعراضاً لقوى أمنية وسياسية، مؤكدين رفضهم دعوة مقتدى الصدر التي أطلقها من مقر إقامته في إيران. إذن أرحب بضيوفي الكرام، العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، ضيفي في الاستوديو، مرحبا بك سيادة العقيد ركن. وأرحب أيضا عبر سكايب بضيفي دكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والسفير السابق والأكاديمي العراقي. دكتور فاروق مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي. يبدو أن الميليشيات تصعد الآن، والدليل هذا الاجتماع الذي دعا عليه مقتدى الصدر والذي عقد وباركته قادة الميليشيات، عقد في قم الإيرانية. كيف تقرأ هذه الدعوة والدعوة لتظاهرة يعني سماها بالمليونية وسماها أيضا بأنها المطالبة بإخراج الوجود الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي من العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. نعم، بداية دعني أعرج منه ما أسباب هذا الاجتماع. يعني هذا الاجتماع جرى لعدة أسباب، من هذه الأسباب كما طرحوا بأنه لغرض إخراج القوات الأمريكية من العراق. إخراج القوات الأمريكية. والمسألة الثانية التي طرحوها أيضا هو لوأد الحراك الشعبي الموجود في العراق، وهو أحد الأهداف المهمة الآن، لأن لا يمكن لميليشيات الحشد الشعبي أو لإيران أن تذهب لمواجهة القوات الأمريكية بوجود انقسام داخلي كبير جدا في الشارع العراقي، وهناك تظاهرات خرجت على أحزاب الإسلام السياسي وعلى الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المشهد الأمني والعسكري في العراق والسياسي أيضا. إضافة إلى هذا بأن هناك إشكال كبير جدا لدى هذه الميليشيات. بداية دعني أعرج على مسألة الوجود الأمريكي. الوجود الأمريكي هو ليس وليد الساعة، الوجود الأمريكي هو منذ عام 2003 وإلى حد يومنا هذا لم تخرج القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل، رغم أنه في عام 2008 تم توقيع معاهدة الإطار الاستراتيجي أو المعاهدة الأمنية التي جرت ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. تزايدت أعداد القوات الأمريكية منذ عام 2003 وصولا إلى عام 2008 إلى وصول إلى 168 ألف جندي أمريكي في العراق، رغم صدور قرار من مجلس الأمن المرقم 1483 الذي يقول بأن هذه القوات هي قوات احتلال. رغم هذا جميع الذين شاركوا بالعملية السياسية ومن ضمنهم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي والسني كانوا يطلقون عليهم تسمية القوات الصديقة. وعندما تم إبرام الاتفاقية الأمنية مع المالكي في عام 2008 وخروجهم في عام 2011 وزيارة المالكي للولايات المتحدة الأمريكية ووضع أكليل من الزهور على شهداء الأمريكان الذين سقطوا في العراق، كانوا يتعاملون مع القوات الأمريكية على أنها قوات صديقة. الآن القوات الأمريكية لا تتواجد بنفس الأعداد القديمة، أعدادهم الآن لا تتجاوز نقول 5000 في أحسن حالها إلى 9000 جندي أو مقاتل في العراق. ما الذي جرى عندما كان موجود 168 ألف جندي أمريكي لم تعترض هذه القوى السياسية؟ ما الذي استجد في المشهد العراقي؟ هنا نأتي بأنه هناك أجندة خارجية، هذه الأجندة الخارجية هي التي تدفع باتجاه خروج القوات الأمريكية، ومنها الدعوة بداية كانت من إيران، ثم بعد ذلك تناقلت هذه الدعوة ميليشيات الحشد الشعبي أو قيادات ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في العراق التي تأتمر بإمرة إيران وتدين بالولاء إلى الولي الفقيه. هذا أمر. الأمر الآخر بأن هذه الميليشيات نستطيع أن نفككها الآن في التشكيل. هذه الميليشيات هناك من يأتمر بأمرة الولي الفقيه وهي الأكثر تسليحا وتنظيما وتجهيزا، ولديها من الإمكانيات ما يفوق الإمكانيات الأخرى بالنسبة للميليشيات المتبقية. وهناك من يأتمر بأمرة السيستاني وهم أعداد قليلة ليس كثيرة، وهناك بعض الميليشيات التي تكون بمرجعيات متفرقة كالحائري وقسم من عندهم إلى الصدر وقسم إلى اليعقوبي وقسم من عندهم إلى حسن نصر الله. المشكلة الآن بأن هذه الميليشيات في السابق كانت بينها إشكالات كبيرة جدا في المشهد العراقي، وكان مقتدى الصدر يطلق على هذه الميليشيات بالميليشيات الوقحة طوال الفترة الماضية، وكان ينتقد الكثير من قياداتها التي كانت هي أصلا ضمن جيش المهدي قبل أن يتم انشقاقهم عن هذا الجيش وتشكيل ميليشيات أخرى. ما الذي جرى الآن لكي يجتمعوا جميعا تحت عباءة مقتدى الصدر في إيران؟ أنا أعتقد بأنه المشهد بالنسبة لهم مشهد مأزوم بشكل كبير جدا، وإيران ترى بأن المشهد خطير جدا، خصوصا بعد أن فقدت حلقتين حيوية اللي هم أبو مهدي المهندس في العراق الذي كان يسيطر على هذه الميليشيات ويديرها بإدارة إيرانية وبنفس إيراني. هذا الرجل كان أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني، وكان مطلوب منذ عقد الثمانينات، شارك في مسألة المؤامرة التي جرت على اغتيال أمير الكويت، وبالتالي هو مطلوب دوليا، ولكن هذا الرجل بعد الاحتلال رجع إلى العراق وأصبح عضو في البرلمان، ثم قام بتشكيل ميليشيات حزب الله العراقي واستمر في المشهد العراقي إلى حد هذه اللحظة. إذن له دور كبير جدا، إضافة إلى أنه قاسم سليماني هو الشخص الذي يسيطر على الميليشيات سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن، وبالتالي إخراج هاتين الحلقة
مرتين من النفوذ الإيراني في المنطقة سبب إحراج كبير جدا. دعا بأن يكون هناك اجتماع تشرف عليه الحرس الثوري الإيراني بقيادته الجديدة اللي هو إسماعيل أقاني، هذا الرجل الذي جاء وجمع الميليشيات وجمع قادة الميليشيات بالتفاهم مع حسن نصر الله ودفعهم للاجتماع في إيران في قم، ومجيء الصدر واجتماعه أيضا بهذه الميليشيات التي كانت لديها إشكالات كبيرة جدا مع ميليشيات التي تنتظم تحت عباءة الصدر في الفترة الماضية، بحيث حتى الحشد الشعبي لم يتم استيعاب جميع المقاتلين الذين كانوا تتواجد لدى جيش المهدي، وإنما تم قبول أعداد قليلة جدا. إذن هناك إشكال حقيقي بين هذه الميليشيات، ما الذي جعل هذه الميليشيات تتوحد ما بين يوم وليلة ويكون هدفها واحد وباتجاه واحد؟ أنا أعتقد بأنه هناك دفع كبير جدا من إيران لهذه الميليشيات على أن تقوم بدور تخريبي في العراق بالفترة المقبلة، ومن ضمنها وأد الحراك الشعبي الذي ينادي بإخراج الميليشيات المسلحة والنفوذ الإيراني والتبعية الإيرانية من العراق. نعم دكتور فاروق الفتيان، ماذا تريد إيران من ذلك؟ إلى أي مدى تتفق مع أن إيران تريد خلال المرحلة المقبلة أن تمرر أهدافها أيضا في سبيل تحقيقها خلال المرحلة المقبلة من خلال اجتماع الصدر هذا بقادة الميليشيات؟ يعني إلى أي مدى تتفق مع ما ذكره سيادة العقيد الركن حاتم؟ الحقيقة ضيفك الكريم أجاب بإسهاب عن الموضوع وأتفق معه اتفاق كامل. أنا أعتقد أن هذا التجمع والذهاب إلى قم نتيجة غياب مثل ما ذكر ضيفك الكريم حلقتين أساسية كانت هي القاسم المشترك لجميع هذه القوى ولجميع هذه الميليشيات اللي هما أبو مهدي المهندس وسليماني قاسم سليماني. غيابهم عن الساحة في هذه المرحلة المتأزمة ليس فقط في العراق وإنما في إيران، كلنا نعلم أن إيران تتشد ما بين فترة وأخرى اضطرابات كثيرة وتظاهرات واحتجاجات، والحراك الشعبي العراقي الآن خاصة بدأ يأخذ مدى في المحافظات الجنوبية في البصرة في ذي قار في القادسية في النجف في كربلاء، وبدأ الكثير من ما كان يعتبر النفوذ الإيراني متواجد في هذه المحافظات، بدأت إيران تخسر نفوذها ومواقعها في هذه المحافظات، ولذلك يجب وأد هذه الانتفاضة هذه الانتفاضة من خلال دكتور فاروق. يعني البعض يرى من المحللين أن هذا الاجتماع وما تضمنه وهذه الدعوة لمقتدى الصدر لمظاهرات هي مضادة ربما أو مناوئة للتظاهرات في العراق، تظاهرات وثورة تشرين المطالبة بوطن والمطالبة برحيل الفاسدين. يعني إلى أي مدى ترى أنه غطاء سياسي ربما هذا الاجتماع وما تضمنه لإبعاد الميليشيات عن الاستهداف بعد أن قتل قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس؟ أنا أعتقد أن المسألة الأساسية هي لوأد الحركة الثورية أو لوأد الثورة في المحافظات الجنوبية وفي بغداد، لأن خسارة إيران مواقعها وخاصة أصبحت الشعارات واضحة وصريحة، مزقت صور ما كانت تعتبر صور مقدسة مرجعيات مقدسة، مزقت صور قاسم سليماني، مزق الصور أبو مهدي المهندس، أصبح الآن الحراك الجماهيري يلتف حول الطلاب وقطاعات كبيرة من الجماهير، أصبحت العشائر في الكثير من المحافظات الجنوبية تتضامن مع هذا الحراك. إذن هذا الحراك يجب وأده، لأنه هذا الحراك هو قادر إذا استمر قادر على إضعاف السلطة وإخراج النفوذ الإيراني من العراق، ولذلك الهدف الأساسي هو وعد هذا الحراك ومحاولة إفشال الثورة في إخراج إيران والمجاميع التابعة إلى إيران من السلطة في العراق. نعم سيادة العقيد، دعوة الصدر لتوحيد ما يسمى أو أطلق عليها المقاومة الدولية، يعني هذه التسمية من أين من وجهة نظرك، يعني من أين أخذها؟ نعم قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني دعني أقول بأنه الصدر في طبيعته هو متقلب في المواقف. طيب.
يعني لا يثبت على موقف واحد. والدليل على هذا منذ في عام 2004-2005 عندما كانت هناك مواجهات مع القوات الأمريكية، تم تسليح أسلحة جيش المهدي مقابل مبلغ من المال، ومنذ ذلك علق العمليات العسكرية لجيش المهدي. ثم بعد ذلك عاد واستأنف هذه الميليشيات بعد فترة من الزمن، وخاصة بعد تفجيرات سامراء عام 2006. ثم بعد ذلك صدرت له كثير من التصريحات بأنه أغلق العمل المكاتب للعمل السياسي، ثم بعد ذلك عاد ورجع إلى العمل السياسي. والدليل على هذا بأنه لديه أعداد كبيرة جدا من النواب في, 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 في البرلمان العراقي، وشارك في العملية السياسية، ولديه وزراء، وشارك منذ البداية إلى يومنا هذا. إذن هو جزء من العملية السياسية، وهو جزء من مشروع الفساد القائم في العراق أصلا. النقطة سيادة العقيد الكل لو سمحت، يعني ما الفرق ما بين مقتدى الصدر وما بين زعماء أو قادة الميليشيات؟ يعني هؤلاء لديهم ميليشيات أيضا موجودة على الأرض، وبيدها المال وبيدها أيضا السلاح. لماذا الصدر تحديدا؟ يعني إيران، هناك من يرى بأن إيران تريد تجميع الميليشيات تحت قيادة الصدر. نعم، الصدر حقيقة لديه تيار سياسي. الميليشيات المسلحة لديها جناح عسكري، ولكن تفتقد إلى القدرة على التجيش السياسي في الشارع العراقي. يعني دعوة الصدر الآن هي تحدث انقسام كبير جدا في الشارع الشيعي، لأن الصدر لديه أتباع كثيرون، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها على المستوى السياسي. والدليل على هذا بأنه لديه كتلة كبيرة جدا، ولديه أعداد كبيرة جدا من النواب في البرلمان العراقي. الصدر هم لا يمكن لهذه القوة الشيعية أن تسيطر على الوضع الشيعي في العراق ما لم يمكن لها أن تتفاهم مع الصدر خلال هذه الفترة. لذلك جاءت التفاهمات على الصدر الآن، ونرى بأنه هذه الميليشيات كانت تتكلم على مقتدى الصدر الكثير من الكلام خلال الفترة الماضية، ولكن الآن أصبحت هذه الدعوة التي أطلقها الصدر بتشكيل المقاومة، أو ما يسمى بالمقاومة الدولية، ولا أعرف هذه المقاومة الدولية لماذا لم تكن ظاهرة وموجودة عندما كان هناك 168 ألف جندي أمريكي في العراق. بالضبط، ماذا تعني المقاومة الدولية؟ من أين استنبطها مثلا؟ نعم، هو يقول بأنه المقاومة ليست في الداخل فقط، أيضا فتأخذ من الخارج أيضا، وهي في إشارة إلى أنه يمكن أن يستوعب مقاتلين من حزب الله العراقي، يمكن أن يستوعب مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني، من الباسيج الإيراني، يمكن له أن تأتي إليه من البحرين أو من بعض الطوائف الشيعية الداعمة لهم الموجودين، سواء كانوا في البحرين أو كانوا في الكويت أو في بعض المناطق من الخليج العربي. هذه الدعوة هو أطلقها بهذه الكيفية، حقيقة يراد بها انقسام الشارع الشيعي بشكل كبير جدا، وهذه الدعوة خطيرة جدا حتى على مستقبل العراق، يعني في الفترة المقبلة. فهناك إشكالية حقيقية في دعوة الصدر الآن لمثل هذه. الآن يعني تقريبا أصبح اللعب على المكشوف، يعني أصبحوا الآن جميع، يعني الآن هم العوبة بيد إيران، وأن من يتحكم في المشهد العراقي هم إيران. والدليل على هذا بأن الصدر عندما يجلس في قم ويتكلم عن المرجعية التي تصرخكم، لا نعرف أي مرجعية، هل هي مرجعية قم أم مرجعية العراق؟ أنا أعتقد بأنه العراق هو الذي يعرف مصالح البلد، يعني ما يعني وإن كانت المرجعية يجب أن لا تتدخل في الملف السياسي، ولكن هناك تدخلات حقيقية للمرجعية، والمرجعية كان يجب عليها أن لا تسكت على الملفات الفساد وملفات الإشكالية التي موجودة في العراق منذ عام 2003 إلى يومنا هذا. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية في هذه القضية وفي مسألة حكم العراق من قبل هذه الميليشيات. أنا أعتقد هذه دعوة الصدر يعني لتجميع هذه الميليشيات لن تأخذ وقتا طويلا لكي يكون هناك إشكال حقيقي ما بين هذه الميليشيات التي يمكن لها الآن أن تتفق على مسألة خروج القوات الأمريكية وعلى وعد الحراك الشعبي كأهداف تريدها إيران أولا، ثم تريدها أحزاب الإسلام السياسي والميليشيات المسلحة المستفيدة من الوضع القائم في العراق. يعني هناك إشكالية حقيقية في العراق الآن. أضف إلى هذا عندما أتكلم عن انقسام حاد، أنا لا أتكلم عن الأكراد الرافضين أصلا للحضور لجلسة مناقشة إخراج القوات الأمريكية، ولا أتكلم عن الكثير من القوى السنية التي كانت تقارع المحتل منذ عام 2003 وحتى خروجه عام 2011، والسجون ملأى بالمقاتلين الذين واجهوا القوات الأمريكية في تلك الفترة، وتعرضوا ما تعرضوا إليه من الإرهاب وانتزاع الاعترافات بالقوة في زمن حكومة المالكي. الآن ينادون السنة أيضا لمواجهة القوات الأمريكية، هذه لا تتفق. يعني لا يمكن لكم أن عندما تريدون أن تقاتلون القوات الأمريكية تطلبون من الجميع أن يأتون للقتال، وعندما يقاتلون الآخرين القوات الأمريكية أنتم تسمون القوات الأمريكية القوات الصديقة. هذه إشكالية حقيقية. من يقاتلها إرهابيين، صح؟ نعم.
دكتور فاروق الفتيان، يعني وزير الخارجية الأمريكي في تصريح له قال يعني المسؤولين العراقيين المسؤولين في الحكومة يطالبوننا في العلن، يطالبون برحيل القوات الأمريكية، ولكن في اجتماعاتهم الخاصة يريدون من عندنا البقاء. يعني كيف يعني تقرأ هذا التصريح لوزير الخارجية مايك بومبيو الذي بين يعني مدى ازدواجية الحكومة في العراق ومدى ازدواجية من يتعامل معها؟ هذه الحقيقة، يعني قبل عملية اغتيال سليماني كانت القوات الأمريكية تطلق عليها في جميع الوسائل الرسمية ووسائل الإعلام الناطقة باسم الحكومة قوات التحالف وقوات التحالف الصديقة، واللقاءات تجري بصورة علنية، والسفير الأمريكي يلتقي برئيس الوزراء وبالمسؤولين العراقيين وبرؤساء الكتل، وهذا العلاقات الأمريكية مع السلطة العراقية معروفة، ومن جاء بهذه السلطة سواء الإدارة الأمريكية. ولكن عندما بدأت الصراعات تخرج إلى الضوء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أذرع النظام الإيراني في العراق، ومنها اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ظهرت هذه الإشكالية. والآن ما يطرح بمسألة، أنا أعتقد أن الصدر لا يستهدف القوات الأمريكية بقدر ما يستهدف القوات المتواجدة في ساحة التحرير وفي ساحة الحكومة وفي الساحات الأخرى. لأن تقصد يعني المتظاهرين السلميين؟ نعم نعم نعم، التظاهرات السلمية. يوم أمس ويوم أمس الأول المليونية اللي شهدتها ساحات الاعتصام تثبت على أن الصدر لم يعد هو المحرك لهذه الجماهير، ولم يعد هو القادر على تحريك الجماهير بالوجهة التي يرتئيها. يوم السبت بلغت الجماهير تجاوزت 1.5 مليون في ساحة التحرير، وكذلك امتلأت ساحة الحبوبي والنجف وكربلاء، هذا رغم أنهم هم يعلمون أن هناك دعوة لمقتدى الصدر يوم 24، وجميع التنسيقيات رفضت هذه الدعوة. أنا أعتقد أنه سيعامل الصدر كما تعامل، نعم يمتلك هو من القوة ويمتلك من التيار، ولكن خسر الكثير من هذه القوة ومن هذا التيار بذهابه إلى إيران وبجلوسه بقم، ومن خلال توجهاته لصالح إيران في الوقت اللي معظم شعارات المنتفضين والثوار هي إيران برا برا، بغداد تبقى حرة أو السلطة أو لا للسلطة ولا للأحزاب السياسية التابعة لإيران. نعم سيادة العقيد ركن، ما هو تأثير التظاهرات التي دعا إليها الصدر بمباركة قادة الميليشيات من قم؟ ما هو تأثيرها على ثورة تشرين السلمية المطالبة بوطن؟ نعم، التظاهرات التي دعا إليها الصدر في حقيقتها كما يقول لمواجهة القوات الأمريكية وإخراج القوات الأمريكية بالطرق السياسية. طيب، ولكن أنا أعتقد بأنه الدعوة هي أصلا لمواجهة الحراك الشعبي في العراق، لأنه جميع قادة الميليشيات في الفترة السابقة كانوا يتوعدون القوات الأمريكية بأنها تحت مرمى صواريخ المقاومة، وبالتالي أكثر من 5000 جندي أمريكي كانوا يسمونهم محتجزين، وقسم عندهم كانوا يسمونهم أسارة لدى قوات أو ميليشيات المقاومة الإسلامية كما يسمونهم هم. طيب، كثير من التهديدات في الفترة السابقة بأنهم قادرين على استهداف جميع القوات الأمريكية. طيب، القوات الأمريكية استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي 5 مواقع للأسلحة والصواريخ ضربت في الفترة الماضية، وآخر ضربة كانت لميليشيات الحشد الشعبي لحزب التابع لكتائب حزب الله على الحدود العراقية السورية، 3 أهداف في العراق و2 في سوريا. ثم بعد ذلك تم استهداف سليماني واستهداف أبو مهدي المهندس. ماذا تنتظر فصائل المقاومة الإسلامية التابعة لإيران لكي تقوم باستهداف القوات الأمريكية؟ هناك إشكالية حقيقية في هذه المسألة، يعني لماذا الآن التراجع عن جميع هذه الدعوات والتكلم بأنه يجب إخراجها سياسيا؟ لا، هم بداية حقيقة مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل، بداية أن هذه المظاهرات هي موجهة أولا للحراك الشعبي الموجود في العراق،
وهذا ما قد يتسبب في إشكالات داخلية كبيرة جدا. يعني هم اختاروا هذا العنوان لكي يكون عنوان قيمي إخراج القوات الأجنبية؟ أبدا، هو مبرر. أما في باطنه فهو من أجل استهداف التظاهرات السياسية. أبدا، وإلا القوات الأمريكية حتى عندما طرحت الحكومة مسألة التواجد الأمريكي بأنه يجب على الحكومة أن تقرر مسألة الخروج أو من عدمه، هناك إشكالية حقيقية في هذه الحكومة. هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، هذا واحد. المسألة الثانية، الحكومة هذه لا يحق لها الآن أن تقترح مسألة القوانين أو مسألة الاتفاقيات وما إلى ذلك، وإلا يجب على رئيس الجمهورية أن يتقدم بمثل هذه القرار الآن، على اعتبار أنه صفة رسمية أكثر من رئيس الوزراء الحالي اللي هو عادل عبد المهدي. إذن هناك إشكالية في مسألة طرح هذا المشروع أولا. المسألة الأخرى أيضا، أنت لا يمكن لك أن تتعامل كسياسة دولية في المنطقة عندما تحتاج القوات الأمريكية لمقاتلة تنظيم الدولة، تقوم باستدعاد هذه القوات وتأتي هذه القوات إلى العراق وتقاتل معك تنظيم الدولة وتقدم لك الدعم اللوجستي والاستخباراتي. طيب. وتقدم لك الدعم الجوي، ثم بعد ذلك عندما تنتفي الحاجة أو تتقاطع تقول لهم أخرجوا من العراق بهذه السهولة. طيب. هذا يدفعنا لسؤال مهم طبعا، ما هو الموقف الحكومي؟ أين دور الحكومة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية؟ لماذا الميليشيات هي من يعني تصدر القرار، وهي من تنفذ القرار، وهي من تصرح؟ أين دور الحكومة من هذه من تصريحات الميليشيات؟ نعم، هذا ما يجب أن يجيب عنه رئيس الوزراء. لماذا عندما يكون الكلام عن إخراج القوات الأمريكية، طبعا أنا مع خروج القوات الأمريكية، عندما نتكلم نحن لا ندافع عن التواجد الأمريكي في العراق، نحن نطالب بخروج التواجد الإيراني والتواجد الأمريكي معا. لماذا لا تكون الدعوة عامة بأنه يجب أن وهذه أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ الأول من أكتوبر ولحد هذا يومنا، بأنهم يطالبون بإخراج النفوذ الإيراني والتواجد الإيراني من العراق. وهناك حرق للقنصليات في كربلاء وفي النجف، وهناك تمزيق لصور المرشد، وهناك حرق الإعلام الإيرانية، وهناك لصور سليماني وغيره. يجب أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب أيضا. لماذا تستجيبون لمقتل أنتم شخصين تطالبون بإخراج القوات الأمريكية والتي يمكن أن تترتب عليها عقوبات اقتصادية كبيرة جدا على البلد، بينما لا تطالبون بدماء أكثر من 600 شخص وأكثر من 20,000 جريح نتيجة تواطؤ هذه الأجهزة أو عدم قبول ميليشيات الأحزاب السياسية المتواجدة في الحكم الآن والتابعة لطهران على تغيير الوضع القائم؟ يعني لا يمكن أن نأتي إلى الآن لمتظاهر ونقول له بأن المطالبة بالحقوق الآن هي خيانة للوطن لأن هناك قوات أمريكية. القوات الأمريكية هي متواجدة بالعراق أكبر بكثير من هذه الأعداد المتواجدة حاليا طوال الفترة الماضية. لماذا الآن الكلام يستجد على مسألة خروج القوات الأمريكية فقط؟ لا، يجب أن تخرج القوات الأمريكية والقوات الإيرانية. أما إذا خرجت القوات الأمريكية فبمعنى هذا أن إيران ستستولي على البلد بشكل كامل، رغم أنه لديها تواجد الآن، لديها أحزاب سياسية ولديها ميليشيات مسلحة، ولكن خروج الأمريكان سيحدث هناك إشكال في مسألة التوازنات الداخلية ليس في العراق فقط وإنما حتى في المنطقة. إذن هناك وهناك عقوبات اقتصادية يمكن أن تترتب على العراق لفترة طويلة من الزمن. طيب، لماذا الحكومة تصمت عن جميع هذه الأمور وتنادي بخروج القوات الأمريكية؟ لماذا لا يخرج وزير الدفاع أو وزير الداخلية ليتكلم لنا ما هو الموقف العسكري أو الموقف الرسمي للحكومة؟ هل هو الخوف من الميليشيات الفعلي؟ يعني يخافون من الميليشيات؟ هم من يتحكمون. الميليشيات هي من تتحكم بالمشهد العراقي، وهي من تدير الأمور، وهي من تدير الساحة العراقية الآن. ولا يمكن، يعني مسألة إقرار القانون الذي نادى بإخراج القوات الأمريكية استخدم تحت التهديد بأنه النائب الذي سيصوت على عدم إخراج القوات الأمريكية سوف تتعامل معه الميليشيات. وهناك تحذيرات وهناك تهديدات رسمية لكثير من قادة الميليشيات بأنه من سيصوت ضد القرار سنتعامل معه بطريقة أخرى أو بأسلوب آخر. احنا في العراق حقيقة لا نقول بأن هناك دولة، لا يوجد هناك دولة، هناك دولة تنفذ ما يمليها عليه الميليشيات وما تمليها عليها إيران. والدليل على هذا بأنه لا يتكلم رئيس الوزراء إلا بمسألة إخراج القوات الأمريكية، لكن لا يتكلم عن هذه التصريحات التي تصدر من قادة الميليشيات، لا يتكلم عن مقتدى الصدر الذي ينادي بالتشكيل كما يسميها مقاومة دولية، علما أن المادة 9 من الدستور العراقي تحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. إذن أين الدولة؟ أين الحكومة؟ نحن حقيقة أمام غياب تام لمؤسسات الدولة. هناك سيطرة وتغول كبير جدا للميليشيات على المشهد العراقي السياسي والأمني والاقتصادي، وهناك مصادرة لقرار البلد سياسيا واقتصاديا وعسكريا. لذلك الآن القرار مرتهن بمصلحة إيران. طيب، إيران إذا تريد أن تقاتل القوات الأمريكية لماذا لا تقاتلها على أراضيها؟ لماذا تقاتلها في العراق؟ هذا السؤال. اسمح لي فقط أن أنتقل للدكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق،
يعني ما مصلحة إيران؟ إيران التي استخدمت يعني جميع الوسائل في العراق بحسب ما يرى محللون ومراقبون ومتابعون وحتى يعني محللون عسكريون، قالوا بأن إيران استخدمت طريقة الكانتونات لفصل المجتمع العراقي وبالتالي تحقيق مآرب ومصالح إيرانية. كيف تقنع إيران هذا الشارع الذي يعني كان يظنها أنها حام له؟ كيف تقنع إيران هؤلاء بتظاهرات يعني هي مضادة للتظاهرات ربما السلمية الموجودة في الداخل؟ ربما لسنوات عديدة استطاعت إيران أن تقنع الكثير من الناس وأن تضحك على الكثير من العقول، ومن خلال ما موجود من كتل سياسية وأحزاب سياسية واستغلال المسألة الطائفية والمذهبية استطاعت إيران أن تتغلغل. ولكن الآن أنا أعتقد أن الجماهير أصبحت واعية، وما نشاهده في ساحات الاعتصام اليوم صباح هذا اليوم في ذي قار، كان المعتصمون جميعا بدون استثناء هم ضد السلطة الفاسدة وضد دعوة مقتدى الصدر لمظاهرة يوم 24 وضد أي تواجد أجنبي في البلاد بما فيها التواجد الإيراني. أنا أعتقد أن إيران لم تعد فاعلة في المجتمع العراقي مثل ما كانت عليه قبل انتفاضة أو ثورة 1 أكتوبر. الميليشيات، نقول عن الميليشيات والميليشيات، الميليشيات هي تابعة لكتل سياسية، كل ميليشيا يرأسها تكتل برلماني أو صاحبها يرأسها صاحب كتلة في البرلمان، إذا كان هادي العامري وإذا كان مقتدى الصدر وإذا كان عمار الحكيم، لكل واحد من هؤلاء ميليشيا معينة، وهذه الميليشيات جميعها كانت تأتمر بأمرة أبو مهدي المهندس وبأمرة قاسم سليماني. ربما الآن بعد غياب هؤلاء القادة تحاول إيران أن تجعل من مقتدى الصدر ربما أن يكون هو المؤثر أو هو الفاعل في الساحة العراقية مستقبلا، ولكن أعتقد أن الأيام ستشهد انتفاضة واستمرار الانتفاضة واستمرار الجماهير بدعم هذه الانتفاضة. دكتور فاروق، يعني كيف سيكون المشهد في ساحة التحرير في ظل وجود هذه التظاهرات التي دعا عليها الصدر وقادة الميليشيات؟ يعني كيف سيكون، كيف تتوقع أن يكون المشهد، وأن تظاهرات ثورة تشرين هي محافظة على سلميتها في ظل وجود متظاهرين ربما يكونوا مسلحين تابعين للميليشيات؟ هو الخوف من وجود هؤلاء المسلحين، الخوف من إراقة الدماء، ولكن جرت محاولات عديدة، لم تكن محاولة يوم 24 الجمعة القادمة ليست هي المحاولة الأولى، جرت محاولات كثيرة، واليوم جرت محاولات كبيرة على جسر محمد القاسم وفي منطقة ساحة الجيلاني وفي منطقة الغزلاني، كل هذه المناطق حاولت القوات الحكومية والميليشيات التابعة إلى والقناصين إلى ضرب وإبعاد المتظاهرين، لكن الحمد لله أنه زخم التظاهرات هو كبير، التحام القطاع الطلابي في هذه التظاهرات أعطى لهذه التظاهرات قوة فاعلة، خاصة إذا علمنا أن الجامعات العراقية فيها أكثر من 1,000,000 طالب، هذه القوة الجماهيرية تستطيع أن تحسم وتدعم التظاهرات، ولذلك نعم الميليشيات تمتلك السلاح ولكن سوف لن تستطيع مواجهة هذه القوة الجماهيرية المتواجدة في الساحات، ليس في ساحة التحرير فقط وإنما في المحافظات. ويوم أمس أعلنوا الثوار في ساحة الحبوبي أنهم سيلتحقون في ساحة التحرير إذا ما تعرضت ساحة التحرير إلى أي هجوم من قبل أي قوة، وأنا أعتقد أنهم كانوا يقصدون قوات الصدر. نعم سيادة العقيد الكود، ربما كان هناك نوع من الركود الأمريكي خصوصا بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، هناك سكون ربما الآن تحركت المياه الساكنة.
كيف سيكون أو يعني بعد إدراج ميليشيا العصائب على لائحة الإرهاب الأمريكية، هل تتوقع أن يكون هناك استهداف مستقبلي لهذه الميليشيا وخاصة قادتها قيس الخزعلي وكذلك أخي؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه لماذا دائما يعني مسألة إخراج القوات الأمريكية تمر بساحات التظاهر في بغداد؟ نعم، يعني الشعار التي طرحته إيران في الفترة السابقة بأن طريق القدس يمر في بغداد وفي كربلاء، ثم بعد ذلك غيروا الطريق إلى دمشق وإلى حلب، ثم بعد ذلك غيروا الطريق باتجاه صنعاء وأرادوا المرور بالمنامة وثم بالسعود. لماذا هذه الشعارات؟ أنت تريد إخراج القوات الأمريكية، لماذا يجب أن تمر بساحات التظاهر التي خرجت لكي تنتفض على واقع سيء؟ وهؤلاء هم كانوا داعمين للأحزاب الحاكمة طوال الفترة الماضية، لماذا الآن عندما بدأت تتقاطع مصالح هذه الأحزاب وهذه الميليشيات ومصالح إيران؟ نستطيع أن نسأل نفس السؤال ولكن بصيغة أخرى مرورا بساحات التظاهر، يعني لماذا بعد استهداف قيادات الميليشيات الآن يعني صار اللعب على ساحة التظاهرات؟ يعني هل هو لاستبعاد هذا الاستهداف أو لتجنب هذا الاستهداف أو الاندماج مع المتظاهرين من أجل يعني إبعاد قادة الميليشيات عن القتل؟ لا، ساحات التظاهر الآن تشكل تهديد حقيقي للأحزاب الحاكمة، للميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ولديهم ميليشيات تقاتل في سوريا، وهناك بعض الشخصيات تقاتل في اليمن أيضا. هناك إشكال حقيقي على الوجود والنفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة. لذلك هم يحاولون الآن، يعتبرون بأن هذا التهديد هو أكبر من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما اتفقوا معها منذ الاحتلال ولغاية هذه الأيام التي جرت فيها الضربات الأمريكية على بعض مواقع الحشد الشعبي نتيجة تمادي هذه الميليشيات في استهداف القوات الأمريكية خلال هذه الفترة. أما بالنسبة للقوات الأمريكية واستهداف القيادات بعد مقتل سليماني ومقتل أبو مهدي المهندس، ليست هناك خطوط حمراء للولايات المتحدة الأمريكية يمكن لها أن تستهدف أي قائد من قادة الميليشيات، لذا ترى الكثير منهم الآن في إيران أو لا يظهر كما كان يظهر في السابق، لأن الجميع الآن يتحسسون رقابهم من خشية من الاستهداف الأمريكي لهذه المواقع. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنتظر ما يمكن أن يتمخض عن ما تدعيه هذه الميليشيات وما يمكن للحكومة والأحزاب السياسية وما يمكن أن تفعله خلال الفترة القادمة، لذلك هي تترقب الوضع وترى ما هي تطورات الأحداث في العراق. إضافة إلى هذا، الولايات المتحدة الأمريكية الآن دفعت بحامل الطائرات إلى المنطقة وهي باتجاهها إلى منطقة الخليج العربي، إضافة إلى الأسطول الخامس المتواجد في البحرين، الأسطول السادس المتواجد في البحر الأبيض المتوسط. هناك حركة لأربعة آلاف جندي من الفرقة 82 من القواعد الأمريكية باتجاه الكويت. هناك تعزيزات أمريكية على جميع المستويات ومنها العسكرية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تتحسب للتصعيد في الفترة المقبلة، وهي ترى بأنه العراق ساحة مستعرة يمكن لإيران أن تستغلها لتنفيذ ضربات على المصالح الأمريكية في العراق، ولكن يبدو بأنه الميليشيات لحد هذه اللحظة لم تستوعب الضربة التي حصلت في الفترة السابقة بمقتل قياديين لهم في العراق وفي في في إيران، وبالتالي هم لحد هذه اللحظة لم يتفقوا على بديل لأبو مهدي المهندس في العراق من يكون. وهناك أيضا إشكالية في هذه المسألة، هذه نقطة لم تحسم لحد هذه اللحظة نتحدث عنها، يعني عن خلافات ربما البعض يتوقع أن تكون هناك خلافات أو هناك خلافات فعلية على من يخلف أبو مهدي المهندس من داخل قادة الميليشيات، هل هذا الأمر وارد؟ أنا أعتقد مسألة الخلافات لن تكون كبيرة، يعني سيتم تجاوزها بسبب الظرف الراهن اللي موجود، لأنه الجميع الآن يشعرون بخطر كبير جدا بزوال نفوذهم بشكل تام من العراق، خصوصا وأن ساحات التظاهر تنادي بالتغيير، إضافة إلى أن هناك الآن حقيقة إجماع نستطيع أن نقول دولي أو نستطيع أن نقول إقليمي بأنه إيران، وأصبح تهديد إيران ونفوذ إيران في المنطقة يشكل خطر كبير جدا على هذه الدول، وبالتالي يجب أن يوضع حد لمثل هذه الأمور، خاصة وأن هذه الميليشيات هددت الكثير من الدول بأنها يمكن لها أن تستهدف السعودية وتستهدف بعض البلدان الأخرى، أو هناك اتهامات لها بأنها هي من نفذت بعض الهجمات التي جاءت على شركة أرامكو على بعض الأهداف النفطية في السعودية في خلال الفترة الماضية. إذن أنا أعتقد بأن الوقت في الفترة المقبلة قد يكون هو الحاسم في مسألة تصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين هذه الميليشيات التي وضع الكثير من قادتها على قائمة الإرهاب الأمريكية. نعم.
دكتور فاروق الفتيان، كيف تنظر إلى العامل الدولي؟ يعني الآن هناك يعني مثل ما تحدث العقيد ركن حاتم الفلاحي، هناك يعني تحضيرات أمريكية، يعني تحسبات أمريكية، قطع عسكرية موجودة في الخليج ومتوجهة نحو منطقة الخليج، يعني استثمار إيران لقادة الميليشيات في العراق، هل يمكن أن يحول العراق إلى ساحة للصراع الإيراني الأمريكي من وجهة نظرك؟ الحقيقة أن إيران في الآونة الأخيرة خسرت الكثير من ما كان يعتبر إلى حد ما هو نوع من التأييد، خاصة بالنسبة للأوروبي، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا كان لها تواجد، لها أعمال تجارية، لها علاقات اقتصادية، خاصة بعد الاتفاق النووي. لكن الآن خلال المرحلة الأخيرة، خلال التصعيد الأخير، شاهدنا أن الاتحاد الأوروبي وقف مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية وتوجهات لتحجيم إيران في المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن إيران تواجه مشاكل عديدة، مشاكل داخلية، مشكلتها في العراق، الانتفاضة الموجودة. إيران أصبحت الآن ليست إيران قبل 5 سنوات أو قبل 4 سنوات، ربما كانت في تلك الفترة مسموح لها التوغل في سوريا وفي لبنان وفي العراق. الآن بدأت عملية تحجيم هذا التغلغل وهذا التمدد نتيجة أعمال ارتكبتها إيران أو الميليشيات التابعة إلى إيران ضد مصالح ربما تعتبر أمريكية أو غربية. سيادة العقيد ركن، يعني هناك مصطلح اللعب مع الكبار، هل إيران تجاوزت حدودها لكي تعاقب على هذا النحو ويحد من نفوذها في العراق والمنطقة، أم أن ترى ربما ممكن أن تجلس إلى طاولة مفاوضات وترجع كل هذه الأمور إلى سابقها؟ نعم، في البداية دعني أقول بأنه الخيارات الأمريكية منذ البداية لم يكن هناك طرح للخيار العسكري إلا في حالة الدفاع عن النفس، وكان هناك تشديد على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران، وأن هذه العقوبات ستكون كفيلة بإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة مفاوضات فيما يخص الملف النووي الإيراني، فيما يخص الصواريخ الباليستية ومديات هذه الصواريخ، وفيما يخص النفوذ الإيراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة بشكل عام. لذلك تحاول الولايات المتحدة طوال هذه الفترة أن تتجنب الاستفزازات الإيرانية للقوات الأمريكية بما فيها ضرب المطارات السعودية، ضرب شركة أرامكو، إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، ضرب القنصلية في البصرة، ضرب السفارة الأمريكية في بغداد، ضرب القواعد الأمريكية بصواريخ كاتيوشا في بلد، في التاجي، في عين الأسد. جميع هذه الاستفزازات لم تفضي إلى عمل عسكري أمريكي، ولكن يبدو بأنه الأمر أخذ طابع آخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك خطر حقيقي يتمثل في المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك عندما أطلقوا على العمليات التي تم تنفيذها من عمليات الاستباقية، إذن هي عمليات يعني تعني الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وبذلك بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أهداف مسبقة وأهداف قيادية تشكل مفاصل حيوية في المشروع الإيراني في العراق وفي إيران وفي المنطقة. لذلك أنا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنه إمكانية التصعيد على إيران محتملة بشكل كبير جدا، ولكن ضمن إطار عملية الفعل وردة الفعل. لذلك نرى بأن الضربات الإيرانية هي ضربات باهتة لا قيمة لها في الوزن العسكري على القواعد الأمريكية في العراق، ولم تحدث أي خسائر، وإن كانت خسائر مادية بسيطة جدا لا يمكن أن تذكر في الميزان العسكري. جاءت الضربات الإيرانية لحفظ ماء الوجه، لمخاطبة الحلفاء وأن إيران لا زالت قادرة على الرد، ولتهدئة الداخل الإيراني بأنه إيران هي قوة إقليمية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها خلال هذه الفترة. ولكن في حقيقة الأمر هي أظهرت فشل القدرات العسكرية الإيرانية وهشاشة هذه القدرات أمام الإمكانيات الأمريكية، وكان بإمكانهم أن يستهدفوا الأسطول الخامس في البحرين الذي لا يبعد عنهم سوى يمكن 300 كيلومتر، وبالتالي كانت هناك أهداف أقرب من هذه الأهداف التي تم ضربها في العراق. ولكن العراق الآن هو حقيقة هو ساحة صراع، الآن في العراق هو ساحة صراع يعني مفتوحة الآن ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران. إيران تحاول أن في الحروب الغير متكافئة أن تخوض هذه الحروب عن بعد، تخوضها على الأراضي العراقية، تخوضها على الأراضي اليمنية،
تخوضها على الأراضي السورية، لكن لا تريد أن تخوض هذه الحروب في الداخل الإيراني الذي هو ملتهب بشكل كبير جدا نتيجة السياسات الداخلية التي تبعها النظام وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران. إيران تعاني الآن من مشكلة كبيرة جدا، تحاول أن تجد متنفس الآن لهذه المشاكل بافتعال هذه الحروب سواء كانت في العراق والتصعيد بإخراج القوات الأمريكية وما إلى ذلك، وهم يعرفون جيدا أن من جاء بهؤلاء إلى السلطة هي القوات الأمريكية عندما جاءت في عام 2003 وجاءوا بهؤلاء وجعلوهم في سدة الحكم طوال هذه الفترة. هناك إشكالية حقيقية في المشهد، هناك تخادم إيراني أمريكي طوال الفترة الماضية استمر لحد هذه اللحظة. هذه الضربات الأمريكية هل هي رسائل لإيران؟ يمكن لإيران أن تفهم هذه الرسائل بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تغير الكثير من الموازين حسب تغيير قواعد اللعبة التي تكلم عنها وزير الدفاع الأمريكي، أم إن إيران ستستمر في النهج العدائي في المنطقة وسوف تحاول التصعيد؟ وأنا أعتقد أنها لن تميل إلى هذا الأمر لأنها تعرف جيدا بأن ردة الفعل الأمريكية يمكن أن تكون مؤذية بشكل كبير جدا، ليس للنفوذ الإيراني وإنما في الداخل الإيراني أيضا. كيف ستكون من وجهة نظرك ردة الفعل الأمريكية على هذه التظاهرات التي دعا إليها قادة ميليشيات هم يعتبرون أذرع لإيران؟ هناك الآن تحذيرات في مسألة استهداف المتظاهرين، وهناك أيضا دعوات من قبل الأمم المتحدة ومن فرنسا ومن عدد من الدول الأوروبية بعدم استهداف المتظاهرين كما يجري الآن في ساحات التظاهر، وأن هذه التظاهرات سلمية ويجب أن تنفذ مطالب المتظاهرين. ولكن بالمقابل هناك إرادة أخرى التي هي تمثل الأحزاب المستفيدة من الوضع القائم في العراق، تمثل الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، وتمثل الرؤية الإيرانية والإرادة الإيرانية في العراق وفي دول المنطقة، والتي تقف بالضد من مطالب المتظاهرين. الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع في العراق عن كثب، ولكن لحد هذه اللحظة لا يوجد هناك دعم حقيقي لهذه المظاهرات التي خرجت وتنادي بالإصلاح طوال الفترة الماضية. نريد مواقف دولية تكون فعلا داعمة للمتظاهرين. يجب أن يحال الكثير من القيادات العراقية السياسية الآن على لوائح الإجرام والإرهاب الدولية، يجب أن يحال الكثير إلى محكمة العدل الدولية لأنهم انتهكوا حقوق الإنسان ومنعوا التظاهرات السلمية واستخدموا الخطف والترويع والقتل وما إلى ذلك من أمور في سبيل إنهاء هذا الحراك الذي خرج منذ فترة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه اللحظة لم تقدم الشيء الكثير لهذه المظاهرات، وهي تراقب الوضع في العراق، وهي بالأخير هي تنظر إلى مصالحها قبل أن تنظر إلى مصالح الآخرين سواء كان في العراق أو في المنطقة. أخيرا في دقيقة واحدة يعني اسمح لي أن أنتقل للدكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق، هل ممكن يعني إطلاق لقب التظاهرات القادمة في العراق والتي دعا إليها مقتدى الصدر وقادة الميليشيات بمباركتهم، يعني ممكن اعتبارها أنها تظاهرات الطرف الثالث الذي تحدثوا عنه في الماضي أو يعني خلال هذه الثلاثة شهور؟ نعم نعم نعم، بالتأكيد هذه التظاهرات هدفها الأساسي إجهاض الحراك الشعبي الذي ينادي بإسقاط السلطة، وهذه السلطة هي تمثل هذه الميليشيات. ومثل ما ذكر ضيفك الكريم أن الصدر يمتلك الكتلة الأكبر داخل هذه السلطة، فإذا هذه التظاهرة هي لإجهاض الحراك الشعبي الذي أحد الأهداف أهم أهدافه هو إسقاط السلطة الفاسدة في البلد. شكرا لك دكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي وسفير العراق السابق، شكرا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة، ونشكرك شكرا جزيلا سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رأس عام، شكرا لك. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، في أمان الله.